السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدر الإخوة، لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان، كنتمنىكم تكونوا في صحة جيدة. ومرحبا بكم في فيديو جديد. اللي أول مرة كيشوف هذه القناة، خلنا لايك وكومونتير ويبارطاجي مع الأصدقاء باش ديما إن شاء الله يوصلكم جديد، وتخليونا أننا ديما نعطوكم جديد وتحفزونا ونعاونوا الناس اللي ما عارفينش. ومهم نزيدوا بالولاعة ديالنا لقدام، ما نهبطوش يدينا. واخا كيف ما شفتوا الإخوان بيروش الله يرحمه، الكانار الله يرحمه، جاي الدور على لي زانسيبارابل، الدور على الكالوبسيت، غتوليو تشوفوا الاخوان شي اثمنه راه لا اله الا الله والصبر. الزوان طلع واحد الطلعه صاروخيه، الاكسسوار ديال الطيور طلع واحد الطلعه صاروخيه. كيف ما كتعرفوا الاقفاص، وليتي كتشري كيلو ديال الزوان وكتقارنوا، يعني هذيك 20 درهم ولا 22 درهم باش تشري الزوان، تقدر تشري بها جوج طيور ديال بيروش ولا تشري بها طير ديال بيروش. لا اله الا الله الاخوان، ما عمرنا شفنا، انا من نهار تولعت ما عمرني صراحه شفت بيروش واصل للدرجه، ولا الكنار. بغينا شي حل الاخوان، بغينا ما كرهناش الناس يحبسوا لي الفاج، ما يبقاوش يفرخوا وما يبقاش يفرخوا الطيور، باش ما يبقاش داك، باش ما بقاش تسمع دوك الاثمنه. بالنسبه لدوك الناس اللي كيكونوا في السوق وكيبيعوا بدوك الاثمنه ديال 5 دراهم، واش عباد الله وليتي كتشوف بيروش ديك النار، بنادم كيغوض 5 دراهم على كيبيع شي لعبه ديال الدراري الصغار، و 5 دراهم يقدر واحد يجي يعطيه 3 دراهم يعطيه بيرو، يعني بحال ولاو كيبيعوا اللعاب ديال عاشور. يعني الولاعة عندنا راه لا اله الا الله، لا اله الا الله، وخلاص الاخوان راه غادا في واحد الحاله اللي لا اله الا الله. كنتمنى الناس اللي مولوعين يوليو يربيو غير مثلا جوج طيور ثلاثه طيور في الدار. الا بغيتي تبيع بالثمن، مشيتي للسوق تبيع بالثمن. دوك اللي كيهبطوا للسوق وكيبيعوا بدوك الاثمنه اللي بخصها بزاف، دوك الاخوان كيكون عندهم لي الفاج بزاف، هو ما هاموش انه يتولع، هو باغي يدخل الفلوس ويدير دوك الطيور غير باش يدخل منهم الفلوس، باش يديرهم انه باش يتولع بهم، باش يجي من الخدمه ولا يجي من المدرسه يجي يتولع يشوف ريخات في الدار يسمع الصوت ديالهم. لا، وديرهم على اساس يبيع ويشرى وصافي. داكشي علاش كيبيعهم باش ما عطى الله. اليوم غدا، اليوم غدا كتسمع مثلا، اليوم كتسمع هذا باع بالثمن، كيجي واحد حتى هو الغد ليه كيبيع بقل من داك الثمن، والسوق كيتهرس، والناس مساكين اللي كيبيعوا وشريوا في السوق. ما كندويش انا على هذوك اللي باغيين يبيعوا، الناس مولوعين مولوعين، وكيمشي مثلا كيتحز على الفلوس ضروري كيبغي يبيع طير ولا شي حاجه، ولا كيهبط البياسات اللي عندهم مثلا بيروش ولا كانار، كيشوف واحد جاي باغي يبيعهم ب 5 دراهم وهو باغي يطلع فيهم الثمن، لحقاش مسكين سهر عليهم، طلعوا عليهم تماره الدواياج شي طيور كيكون كيخدم بهم. انا كندوي على المالية، راه داكشي اللي كيخسر عليهم اكثر من داكشي اللي كيربحهم معاك انت صراحه، حيت انا دزت من التجربه. انا كنت كنفرخ الكنار، كنت كنفرخ بيروش، كاين صراحه داكشي اللي كتخسر عليه اكثر ما انت كتربحوا، لحقاش غير مولع وصافي. هذيك دايره غير هوايه، ماشي دايره باش تبيع وتشري بها تدخل بها. يعني الحمد لله انسان خدام كيجيب طريف ديال الخبز، ولكن داكشي كيبقى غير ولاع فراخ، غير ولاع الاخوان. راه ماشي الناس داروها مشاريع والناس ولاو صافي، هذاك هو، هذاك هو القود ديالهم، دخلش الفلوس من دوك الفراخ راه ما يخدم هو، ما يردم، ما يدير حتى شي حاجه. الطويرات اللي عندكم الاخوان عزوهم، ما تبيعوهمش بقل من داك الثمن ديالهم. كانوا شي طيور صراحه في البيروش تي كتسمع 700 درهم 800 درهم الكوبله، بقيتي دابا كتسمع 100 درهم 150 درهم، راه حشومه وعيب وعار والله. الا بقى هذا الشيء بحال هكا راه الناس غيولوا يطلقوا الفراخ، غتولي بنادم تقول له عطيني 1 درهم ولا 2 درهم هكا هكا البياسه ديال البيروش. والا دابا شي اصدقاء كنعرفهم ولا البيروش كيعطيه لك كيقول لك اديه صافي، ولا بغى يحيدو حتى واحد ما بقى بغاه. كتهبط للسوق كتلقى الناس جايبين السيباراس مثلا دوك القفوزه المسارح الكبار عامرين بالفراخ، جمل معايا الدماء، وهو كتلقاه كيعطيهم الخبز، كيعطيهم الخبز، كيعطيهم فهمتيني، كيعطيهم شي حاجه اللي ما غاديش يخسر هو، كيعطيهم كيبيت لهم الخبز ويفزقوا لهم في الماء ويلوحوا لهم ويعطيهم الخص صافي، ومره مره يعطيهم البيض، الى يعطيهم غادي يتفوبر معاهم داك البيض صافي. هادشي هو باش خدام، تعرف المسارح وخدام فهمتي، كينتج وكيهبط للسوق، اللي عطاوه كيبيع. ولكن صراحه الاخوان داك هادشي ما خدامش، هادشي انا عمرني شفت في حياتي، وليت كنشوف طيور دلوا لهاد الدرجه هادي. كنتمنى يكون شي بديل. البديل انا بالنسبه ليا، البديل الاخوان شنو هو بالنسبه للزوان كيطلعوا وحتى الاقفاص طلعوا واحد طلعه صاروخيه، انا ما نبيعش الطير ديالي، هذاك الطير ما نبيعوش ما نفرطش فيه نخليه، ولا مثلا اللي كينتج في الدار ما يبقاش يدير لي الفاج،
صافي خلي الطويرات ديالك، عطيهم فترة الراحة واحد داك العام، ما سيدي ما تنتجش. واش غتموت؟ ما غتموتش انت، ما غتموتش انت لا هما. غتقول لي لا حكا راه الناس كاينين اللي كيديبانيو بدوك الفراخ. واخويا قلب على راسك، خرج خدام، خرج دير شي حاجة. راه الناس تبارك الله كيجيو للسوق راه كتافهم كبر من كتافي، وكيقول لك اخويا انا راه ما لاقيش فين نخدم، انا راه ما لاقيش، راه هاد الفريخات هما اللي كنسترزق بهم. الله الله يحسن العون لكل واحد، ولكن ما ديرش هذيك الولاعه ديرها كمهنه. هذيك الولاعه الناس راه غير كيتولعوا، كيحطوهم في الديور، كيزينوا لك الدار، كتشوف فيهم احسن ما تمشي تبيعهم صاحبي بواحد الثمن اللي شنقول لك، غتولي تسمع شويه بيرو جدرام جدرام ثلاثه دراهم، راه حشومه وعيب وعار. كنتمنى انا حيت الا بقات هاد الولاعه غدا بحال هكا، ما تبقى لا ولاعه لا والو. وتا هاد الموال هي الكبار الكبار، انا كنقول لي النيفو غادي في المغرب مزيان، شوما انا ما كيهضروا كاع، ما عرفت واش عاجبهم الحال وما والله ما عرفتش، ولا واش كي ولا واش كي كي كيتخلصوا باش ما يهضروش، الله اعلم. المهم الاخوان، الاستفسار ديالكم كنتمنىكم تخليو لي لي كومونتير وتقولوا لي حتى نتوما الاراء ديالكم في هذا الشيء اللي وصلت ليه الولاعه المغربيه، بالنسبه للاثمنه ديال الحبوب، بالنسبه للاثمنه ديال الاقفاص اللي وصلوا لهذه المرحله هذه. وليتي كتشوف الطيور ولاو كتعطاو فابور كاع، ما بقاوش كاع الناس بغاو يعطوك والو، كيقول لك اديهم. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وبارطاجيو الاخوان، ما ربنا يسمعنا شي واحد شي مسؤول على هاد الولاعه المغربيه بصفه عامه، ويطيح في القلب ديالو شويه ديال الحنانه ويخرج وينوضوا المسؤولين ويديروا لنا شي حل، حيت هاد الشيء الاخوان ما بقاش كيفرح صراحه. انا راه بالنسبه لي راه الفراخ راه ما بقاو عندي لا فراخ لا والو، هانتوما كيف ما كتشوفوا ما بقاش كنوريكم لا فراخ لا والو، حيت لا اله الا الاخوان يلا ولينا مضاربين مع المعيشه. كنتمنى الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش من لي لايك وبارطاجيو، وخليو لنا الاراء ديالكم باش ديما ان شاء الله يكون جديد. كان معكم يونس في فيديو جاي، وبيس ليكم.